السلام عليكم. الجوكي يقاضي هيام ستار بمحكمة مراكش لأسباب صادمة سنتعرف عليها. قالها بأنها كتقول درت إشهار وأنا هو السبب ديالها، والناس ولاو كيقولوا حشومة وهذا، وشوية خرجت قالت لهم أنا ما كاين لا إشهار لا حتى شي حاجة. إذا هنا خاص زعما الإشهار، علاش زعما راه عصبتها وهي كانت حاملة ودارت إشهار ومشات للسبيطار ودخلاتها واحد السيدة اللي هي في السبيت، دخلاتها للسبيطار وانا راه مشيت للمندوبيه ودويت معاهم وحفتحوا في التحقيق في هذا الشيء، وما كاين لا اجهاض لا حتى شي حاجه، واتهامات باطله بان زعما راه تعصبات وداروا ليها، وكيكتبوا في العناوين واحد المسمار ديال 10 كيكتب لها في العنوان اجهاض فلانه، واحد من الحسيمه هو كاتب حقيقه الاجهاض. يعني هنا راه كاينه امور اللي هي صعيبه بزاف الاخوان، راه ما خصناش نبقاو نقولوا راه مسطيه ولا راه بعقله، اللي مسطي راه ما كيشدش فلوس، راه اللي مسطي ما كيمشيش للبار ولا للكباري هو مجوج. واش بنتها خلاتها عند وحده شاده لها كتساعدها على انها باش تمشي لهذا، فاش خرجت قالت لهم راه شفراتني، واش هذه مسطيه راه ما مسطياش؟ سي نورمال يستاهلوا داك الشيء اللي كدير لهم. واش اللي مسطيه كتشد الفلوس؟ اللي مسطيه كتهدد؟ اللي مسطيه راه شفت الورقه ديال لابوراتوار باش درت تحاليل، انها اتهموني بانني كندير الغبره وكندير هذا، راه حطيتها حتى هي، والدلائل القاطعه والتفريغات ديال هاد الرحمانيه وشي وحدات وشي هذا، انهم كيقولوا لها دابا هما كيديروا راسهم كيدافعوا عليها، هما راه كيحرشوا فيها، كيقولوا لها هذه السيده ديال السبيت وواحد السيده في فرنسا، كيقولوا الراجل طلقي منه، طلقها، وكيقول لك لا انت اللي باغي تطلق السيده، اش بيني وبينها تطلق ولا تزوج، انا ما عنديش مشكل، انا جيت على اساس ان ولادي تهددوا، جيت صافي. هادشي اللي بغيت نوصل للناس، وباش نبين لكم على ان في سابقتها فاش قلت لكم انها كتبغي تطلع على ظهر اي واحد طالع، هي جبدات الياس المالكي. الياس المالكي ما جبدهاش، قالت كيعيط ليا، شفت صاحبتي قالت لي راه الياس المالكي، هذاك السيد ما يعيطش ليها بتاتا.